طبعا الدراسات العالمية توضح، وهذه ليس يعني بغريب، بأنه النادي الأهلي، التعداد السكاني للنادي الأهلي الآن، الأندية تقاس بتعداد سكان، فحسب الحسابات الأخيرة يعادل 80 مليون نسمة حول العالم. النادي الأهلي الآن ينظر بمنظور ليس لنادي محلي، بل هو نادي عالمي. وحسب الخطة المعمولة بأنه النادي الأهلي في المراحل السنين القادمة يتوجه للعالمية وليس فقط كمحلي. والرقم المهم أنه هو يعتبر النادي رقم 10 عالميا من حيث التعداد السكاني بعد نادي ليفربول.